صوفيا النعوم من مدينة أكادير، كنت ممثل ديال جهة سوس مساء في برنامج ستاند اب اللي كتقدمو القناة الأولى. المشاركة ديالي هي صراحة جات صدفة، ما كنتش مخطط لها. كنت مع الإخوان ديالي زملاء ديالي في المسرح الفنانين، وجبنا جات القافلة ديال ستاند اب الكاستينغ، وقالوا احنا كبرنا على هاد النوع ديال لي كاستينغ اللي احنا وصلنا 30 عام، ممكن ليناش نشاركوا مع الناس ديال 18 عام وديال 20 عام 21. قلت لهم انا لا، راه ممكن نشاركوا، والسن ما عمره كان شي كريتير اللي نبازيو عليه. ومشيت قلت لهم انا غنمشي وغنطلع للبرايم، قلت انا يعني باغي نطلع غير للبرايم الاول ونرجع. الحمد لله سخر الله وفزنا باللقب. هو داك لو مومون فاش كتعلن على النتيجه، يعني فاش علنوا على انني انا الفائز، ما كتطيقش، ما كتستوعبش، يعني كتكون بحال كي كنقولوا حنا سارقاك الجنويه. كتجلس واحد شويه عاد كتبدا تستوعب شويه بشويه بانك راك انت اللي فزتي باللقب، راه 20 مليون، راك ربما احسن كوميدي في الهوات اللي طالعين ولا الشباب، دونك شي حوايج كيوليو يبانوا لك زوينين، وحتى الناس تيتعاملوا معاك. حنا ديك الشهره ديالنا بدات كتزاد برايم بار برايم، يعني ملي وصلنا لاخر برايم اللي هو الفينال، ما نقولش لك الناس شنو كيفاش كيرحبوا بينا، كيفاش كيستقبلونا، كيفاش انا مازال في كازا والناس كيفاش كيستقبلوني حساك انا مشيت لاكادير. ستاند اب ولا ستاند اب اكاديمي هي مدرسه تعلمنا فيها بزاف ديال الحوايج، لدرجه اننا شنقول لك، رجع انا بعدا شخصيا في عمري 35 عام وليت كنحس براسي رجعت ل 18 ولا 19 عام، يعني وليت طالب ولا تلميذ. هذا في ظل وجود يعني دي كوتش فنانين من العيار الثقيل بحال جواج، بحال صويلح، بحال الاستاذ عاجيل اللي كنشكرهم بزاف بزاف. لولاهم ربما كان المسار ديال ستاند اب غياخذ وجهه اخرى. ربما نقدر نقول لك انا من الناس اللي ما تقبلوش الاقصاء ديال الشلهبيه، لانه هو واحد الجوج يعني ثنائي كان منسجم وكانوا في المستوى وكذا وكذا، ولكن كيف كنقول كاين شي حوايج لجنه التحكيم هي كتقيم، ماشي غير لو سكتش، كتقيم طريقه اللعب، كتقيم كذلك الالقاء، التحركات فوق الخشبه. انا ما يمكنش ليا نقول واش غلطت ولا ما غلطتش، حيت هي لجنه التحكيم ماشي انا، وهذا الشيء اللي نقدر نقول. يعني انا ما عنديش راي في هذه المساله زعما، ولكن كيبقاو شلهبيه لا فؤاد ومحمد كنحييهم من هذا المنبر، راه يعني دي زيموريست في المستوى. وانا ما فكرتش ندير الكوميدي، الكوميدي ربما هي فيا من الصغر. علاش غنقول لك انا من الصغر، حيت وما كتبانش فيا انا في لو كوتيديان، ربما ما كتبانش فيا بزاف، حتى الا شفتي في لي زانترفيو كنبان انسان جدي، ما كنبانش ايموريست ولا كذا. علاش؟ لانني خصني نستمتع بالكوميديا، خصني نحطها في محلها، خصني نديرها في بلاصتها. كنكون رازين في بعض المواقف وكنكون ساخر في مواقف اخرى. الكوميديا كبرات معايا نظرا للاصول ديالي كيف المسفيويه، لانني اصلا واخا انا ولد اكادير ولد انزا كبرت فيها وكذا، ولكن كتبقى اصولي عبديه. دونك ربما هاد لو ميلونج ديال لا كولتور اللي تخلط عطى هاد سفيان النعوم اللي كيحب الكوميديا، وهي كتبرز عندي في المسرح في الكتابات الدراميه ديالي، كتبرز لا كوميدي بشكل كبير وكبير جدا. ومن هذا المنبر كنشكر لالا بلوس اللي تحت لي هذه الفرصه انني نعبر على الراي ديالي، وكذلك كنشكر ميد راديو 20 مليون باقا ما اثر عليا بزاف.